وطن واتمنى عبات النار من حتى من رسالتنا والكل الفلسطيني اننا موحدين على قلب رجل واحد كما يفعل الطغاة وهؤلاء المستوطنين عندما يستنفروا من كل بقاع الارض ليستبيحوا الاقصى المبارك. فيجب ان يكون عندنا غير كفلسطينيين انه هذا الاقصى اقصانا وهذا المصر مصرانا وانه احنا بوحدتنا وبهذا العلم الفلسطيني سوف نصل الى ما نحن نصبو اليه. اما رسالتنا من ارض بيت دجن، ارض الصمود، ارض التحدي، الارض التي سالت عليها الدماء، رسالتنا الى كل اصقاع فلسطين انه ينبغي عليكم ان تتوحدوا، ينبغي عليكم كفى من المهاترات، كفى من كل ما يعمل على الفرقه، كفى كل ما يعمل تقوي لهذا المحتل الصهيوني. نحن بأمس الحاجة إلى وحدتنا، فقد خرجنا اليوم في الذكرى 22 للشهيد فادي حامد الذي روى بدمه الزكية تراب فلسطين، ونقول لهذا المحتل أن القافلة طويلة وأن المسيرة طويلة، فإنه إما أن يكون نصر أو شهادة، وغير ذلك لا يمكن أن يكون، لأن الإرادة والعزيمة لأطفالنا هذول اللي أنت شايفهم لا يتعدوا سن 13 ويتعرضون للقمع بالمسيل ويتعرضون بالقمع بالرصاص المطاطي بهذه الإرادة. أنا شايف إنه النصر قريب، والنصر إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة.